عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. بعد ما تعرفنا على لاكور ستيام، لاكور ماجر ست، لاكور نافيام، لاكور تخيزيام وغادا، وهاد لاكور اللي غنتعرفوا عليه اليوم ماشي فحال لي زاكور اللي ذكرت لكم دابا، هو انا كور في شي شكل، هو انا كور ما كيدارش ديما، هو انا كور زوين. وباش نجي نفهمكم يلا هو معايا التسويت. الوغ في الحلقة ديال The Magic Note، يعني النوطة السحرية اللي هضرنا عليها في الحلقة السابقة، دونك غادي نسمعوها بتروازا كور بالدو والسول والفا، وكلهم غنديروا لهم هاد النوطة السحرية. دونك هذا انا كور اللي سميته انا اكور السحري، ولكن عنده بيان سور السميه ديالو. الوغ هاد لاكور هو سميته سوس دو، انا نقول لكم علاش. الوغ كنشدو لا تيغس اللي هي المي، كنهبطوها بان طون. علاش ان طون؟ كنحسبوها هاي لا تيغس ان دومي طون ان طون هي الري. اوكي دابا غادي نتكلم لكم على سوس كات اللي هو الدرس ديالنا ديال اليوم. سوس كات هو سيرا ميم شوز، غير هو كاين واحد الفرق. الوغ غادي نلعبوا الطو ماجور، وغادي نحسبوا لا تيغس اللي هي مي، غادي نزيدوا عليها ا دومي طون، غادي تولي الفا، وغنحيدو بيان سور لا تيغس، غتولي تعطينا هذا هو الدو سوس كات. علاش؟ هاي واحد جوج ثلاثة أربعة، دو غي مي فا، دونك عطاتنا الفا. دابا غادي نشرح لكم هاد السوسكات علاش كنديروها وعلاش كنستعملوها وامتى كنستعملوها وامتى ما كنستعملوهاش. هنا كيخصكم تركزوا معايا مزيان، هاد لاكور كنقدروا نديروه فحال ان باساج، غادي نوريكم علاش هو اكور باساج. الوغ غادي نديرو دو كاتر ميزور والفا غير ان ميزور، وغادي نرجعوا للدو الكاتر ميزور. سمعوا معايا. دونك سكي في كنديرو هاد الطو، وهاد الطو كيكون فيه تمنية ديال لي ميزور، ولا بزاف كنزيدو على هاد السوس باش نرجعو ليه. هادي أول حاجة. والتاني حاجة اللي بغيت تركزو عليها بزاف، وهو على حسب الميزور. مثلا غنديرو شي ميزور فيه 64 ونطلقو، هنا لاحظتوا معايا في الميزور، ولكن هاد السوسكات كيعطيك نص ديال اكور اللي غتكمل به لاكور الرئيسي. مثلا دو غنمشيو للسول، سول
sus, cat, sus, cat, sol. Wa, c'est un accord signal qui kemmellik l'accord li ghadi yji mouraah ra'isi. Mathala l'abti do sus, cat. Après, qui ressek t'l'ab do. Dirti sus, cat. ما نقدروش نديرو السوس كات ونمشيو للصول هذا غلط دونك ديما كنديرو لاكور سوس باش نمشيو لاكور الرئيسي اولا كنساليو بيه الوغ كي خصكم تعرفوا بان هاد سوس كات كيتلعب بزاف ديال الاغاني معروفين مثلا بيبي كان اي هولد يو ديال تريسي تشابمان كيتلعب في الري ولا ولكن خصكم تعرفوا هاد الاغنيه هذا الري داروا فيه ديجا سوس دو اللي هو هذا هايا سوس دو قلنا كنمشيو بان طون ابخي عندنا لا سوس كات هلا لا تيغس كنهبطها بان دومي طون لاحظوا معايا مثلا الاغنيه ديال ايدي تشيرن الاغنيه اللي سميتها بيرفكت اشنو فيها فيها سول دياز فيها فابيدر سات باغا نلعبوهاش هنا غادي نلعبوها هنا وفيها دو دياز وفيها مي بيمال سوس كات Alors là, de mer. Afin de la for me, darling, just dive right in, fall on my head. اولا مثلا الاغنيه اللي عداج اعطيتكم كيفاش تلعب تفرجوها معايا هنا الفوق اللي سميتها وي ار ذا وورلد مثلا فاش كيمشيو ذير ار بيب داي او ما سلام تو جيت ا هيلب تو لايف ذا بريك از از اوف هاي سي سوس كات باش يمشيو للسير There are people dying All of us Cloud together To love The break is his upon كلشي حلوة والقضية سهلة مي بيان سور القضية سهلة غير هي واحد الحاجة اللي خصك تفهمها وخصك تركز عليها بأن هاد لاكور اللي هو سوس كات ما كيدارش في أي أغنية أو لا في أي بلاصة كيخصها المكان المناسب سينو كتجي مالحة أو لا بحال كتاكل الكسكسو بالخبز فلهذا الموسيقى هي كلها عبارة على التركيز يعني النوطة قبل ما تخرجها كيخصك تركز عليها وتفكر فيها عاد تحطها وتعرف إمتى تحطها ووقتاش تحطها وكيفاش تحطها دونك حبيبي حبيباتي عزيزي عزيزاتي كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقة ونشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله